نتكلم عن التاريخ الطبيعي للجزيرة العربية، علشان كذا سمو رحلات في الجزيرة العربية. هنا نشوف تاريخ الجزيرة العربية من الناحية الطبيعية ومن الناحية الجغرافية من ملايين السنين. ممكن الزوار يتعرفوا ويتعلموا كيف كان التضاريس المائية والبحار والمحيطات في الجزيرة العربية من ملايين السنين، كيف تغيرت وتحولت البيئة الصحراوية، النباتات، البحار والمحيطات. فكل مكان هنا، كل قاعة هنا تتكلم عن شيء معين. مثلا هذه تتكلم عن الجبال والحيوانات اللي تعيش في الجبال في الجزيرة العربية اللي كانت موجودة وإلى الآن ما تزال مستمرة. طيب، المعلومات متوفرة في كل مكان، بدخل جوجل واكتب تطلع لي معلومات. أنتم طريقة عرض المعلومة كيف تكون هنا؟ الأسلوب اللي نحن نعرض فيه المعلومات اللي هي نوفق بين المعلومات والحقائق العلمية، ونعرضها بوسائل تقنية تكون تفاعلية مع الزوار. فمثلا هذا الكتاب، ترى هذا مو كتاب تشوفونه، هذا اللي يسموه الكتاب الذكي. الكتاب الذكي، الكتاب هذا فيه معلومات، فيه مجال تختار بلغتين، اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية، لأنه نحن نراعي كمان أنه في عندنا زوار لا يتحدثون اللغة العربية. أحاول أفهم التقنية المستخدمة. هي projection وفيها sensor تتفاعل مع اللمس. طيب، هنا أيضا وبعدين يعرض المعلومة بطريقة أسئلة بحيث أنه أنت لما تجاوب عليها تصير المعلومة تثبت. جيد. كيف صنع الإنسان القديم هذه النقوش على طيب مثلا نقول؟ كم متوسط عدد الزوار اليومي؟ عدد الزوار اليومي يتراوح، لأنه بين أيام الأسبوع وأيام نهاية الأسبوع المواسم، يعني إحنا عدد الزوار اليومي يصل إلى 30,000 زائر في اليوم. نحن الشهر اللي فات تحديدا في أكتوبر 8 وصلنا إلى 100 مليون زائر. وصلنا لعدد مليون زائر زاروا إثرة. الجميل في هذول الزوار أخي ياسر إنه هم زوار باحثين عن المعرفة، زوار كرسوا ملايين الساعات من حياتهم يبحثوا عن المعرفة وعن التجربة النافعة اللي يستمتعوا فيها ويشاركوا فيها عائلتهم وأولادهم وأصدقائهم. هذا جميل. طيب، بس ترى مليون مو بسهل الرقم. مليون في أقل من سنتين. هذا هو التارجت، هذا هو الرقم المتوقع عندكم كان؟ إحنا طموحنا نصل إلى 10 مليون زائر بعام 2030. فهذه هي بالنسبة لنا هذه البداية. جميل جميل، مرضية، راضين عنها أنتم؟ فرحانين فيها، لكن طموحين في أكثر طبعاً. طيب، على طريق الطموح، يقولون من اللي يزور إثراء لازم يشوف مكتبتها. لازم. مبنية هي على 4 أدوار أو 5 أدوار؟ 4 أدوار. 4 أدوار. إيش رأيك نزورها أول؟ نزورها أول لأنه وليس من رأى كما سمع كما يقولون. طيب، شوف المكتبة. الفكرة بدأت أنها المشروع هذا قد يكون مكتبة فقط. إيه، شكل تقليدي. هو مفهوم، أنا أتكلم عن مفهوم المكتبة والشكل التقليدي المعتاد. المكتبة لها فعلا لها شكل تقليدي، لكن السؤال مع تطور التكنولوجيا وبالقرن 21، هل المكتبة تحتفظ بشكلها التقليدي اللي هي تعتمد على الكتب؟ والآن الكتب معظمها صارت كتب رقمية ولا كتب صوتية. صحيح. وكيف ممكن تكون زيارة المكتبة جزء من جزء من الأنشطة الجذابة للزوار، خصوصا نحن نستقطب الشباب. فكانت الفكرة انه نحن نبدأ بجذبهم الى الدور هذا اللي هو الدور الاجتماعي. الدور الاجتماعي هذا في كافيه، فيه نعم. فالعامل الجاذب انه الناس الزوار ممكن يجوا يسحبوا اي كتاب في المكتبه، الكتب يعني معروضه كانها مكتبه تعرض كتب للبيع. خليني بشوف سقف الكفايه. طبعا كل الكتاب فيه باركود،
كل كتاب فيه باركود. هنا يقول لك حطها وتعرف معلومات. هنا يكون في أمين المكتبة كل فترة يجدد المعلومات هنا علشان يعرض الكتب اللي يقترحها أمين المكتبة، ينصح فيها للزوار إنه هم يتناولوه ويقرأوها. إذن هذه عرضها ليس بشكل عشوائي وإنما بناء على أمين المكتبة واقتراحاته. فياخذوا معلومات عن الكتب هذه. طبعا العرض يتغير، لكن طريقة العرض نفسها طريقة جاذبة، بحيث انه الزوار يسحبوا كتاب، ممكن يجلسوا هنا في الاماكن اللي كانها مجالس هنا، يتشاركوا في قراءة كتاب، يتبادلوا افكار حول الكتاب والنقاش. ياخذوا كتابات الاصل فيها الانصات والسمع والهدوء كذا، انتم كانكم تخالفون القاعدة العامة. صحيح. احنا لما بدأنا التصميم حطينا هدف انه مكتبتنا لن تكون مكتبة للنوم، هي مكتبة للتفاعل، للنشاط الاجتماعي، بحيث انه نحن نتشارك مع بعض في نشاط القراءة. الدور هذا هو له صفة الدور الاجتماعي، لكن كل ما نطلع في الدور الأعلى تبدأ المكتبة تكون أهدى، تبدأ كمية الكتب تزيد، وتكون الكمية الكتب اللي هناك تكون مراجع، تستقطب التلاميذ، الباحثين. كم عدد المؤلفات عندك؟ عندنا تقريبا معروض في المكتبة، عندنا طاقة الاستيعابية 250 ألف كتاب، ربع مليون، بالإضافة إلى كتب رقمية. عندكم مكتبة رقمية؟ عندنا مكتبة رقمية في عدد لا محدود، عندنا اشتراكات مع مكاتب عالمية، لأعضاء إثراء لما يحصلوا على العضوية ممكن يحملوا الكتب هذه، ينزلوها ولمدة أسبوعين يقرؤوها مجانا. طيب. ويغيروا. الحين اللي شوف